السلام عليكم الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس بخير، نتمنى تكونوا مزيانين على خير وبخير. مرحبا بكم في القناة ديالي. الا كانت اول مرة كتدخلوا القناة، ما تنساوش تضغطوا على لايك وتفعلوا الجرس، ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على القناة ديالي وكل الوصفات ديال التجميل وديال الطبخ وكل ما يخص المرأة المغربية او المرأة العربية بصفة عامة. على بركة الله، اليوم جبت لكم وصفة ديال البيتزا، هي المبتكر ديال أم أمير، سواء كان العجين هو مبتكري وكذلك لصوص اللي كتحضر في دقائق معدودة بدون أي تعب. أول حاجة في هذه المقادير غنحتاجو المقادير ديال البيتزا اللي هما بساطين بزاف وكيتواجدوا جميع البيوت، اللي فيهم الدقيق والحليب والزيت هما اللي كينكهوا العجين البيتزا، ولكن بطريقه عاديه اللي هي زلافه واحده ديال الدقيق كتكون عامره، جوج معالق صغارين ديال الزبده ودرجه حراره الغرفه. غنحتاج ملعقه صغيره ديال الزعتر اللي هو غينسملي العجين ديالي، ملعقه صغيره خميره كيميائيه، ونصف ملعقه صغيره خميره الخبز، كاس ديال الحليب دافئ اللي غيجمع لي العجين، وثلاث ملاعق كبيره ديال زيت الزيتون. بطريقه سهله وبسيطه، اول حاجه غادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه الدقيق ديالي. الا استعملتوا هذا النوع ديال الزليف فزلافه عامره، اما الا استعملتوا الزليف اللي كيكونوا بويض فتستعملوها ما تكونش عامره. غادي نزيد عليها جوج معالق ديال الزبده، هنا استعملت زبده الخبز، ممكن تستعملوا اي نوع ديال الزبده متواجد في البيت. بحال هكا دابا غادي نضيف باقي المكونات اللي هما الزعتر، الخميره الكيميائيه وخميره الخبز، وكذلك اللي ما ذكرتوش في المقادير وهي الملحه. غادي نضيف حتى هي واحد الرشه، غادي نضيف ثلاثه المعالق كبارين ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون كيعطي واحد النكهه رائعه رائعه بزاف للعجين ديال البيتزا. وغادي نبسبس الخليط ديالي شي شويه، وعاد غادي نضيف الحليب الدافئ اللي غادي نجمع به العجين. انا غنحاول ندخل الزبده في الدقيق وعاد غادي نزيد الحليب. بالنسبه هنايا للحليب، انا كنستعمل كاس، هو كيجمع لي زلافه ديال الدقيق، يمكن يكون كثر يمكن يكون قل على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملتوه. انا كنبسبسها مزيان حتى تدخل لي الزبده كامله في الدقيق ديالي. دابا غادي نضيف الحليب، ما تنساوش تجربوا هاد الوصفه هادي اولا هاد العجين ديال البيتزا وتردوا عليا الخبر، لانها فعلا كتجي غزاله غزاله. غادي نضيف الحليب كامل، انا نزيد شويه ودابا غنزيدو كامل، وغادي نجمع به العجين ديالي، عجين ديالي ماشي ديال شي حد اخر. المهم الغزالات، غادي تجمعوا العجين. في الاول غادي تلاحظوا ان العجين كيتلصق في اليد، يعني كيتلصق في اليد بزاف، ولكن ما تخافوش، اون فوا نتوما كتبداو كدلكوا فيه وهو كيتجمع. و بصراحه انا من النوع اللي كيعجبني العجين ما يبقاش لاصق لي في الاناء بتاتا، كيعجبني العجين يتحيد من الاناء ويتجمع، ما كاين علاش يبقى تما. المهم الغزالات، من بعد ما كنجمع العجين ديالي كامل كنحاول ندلكو شويه حتى كيندمج كامل، وكنحس بان العجين ديالي رطب، ما كيبقاش كيف الاول كيتلتصق باليد اولا في الاناء، وانما كيتجمع كامل، وحتى هذاك اللي كيكون لاصق عندكم في اليد حتى هو كيلصق في العجين. ديك الساعه كنعرف بان العجين ديالي صافي، يعني ساليت له الجميع ديالو كامل. انا كنحاول ندلكها شي شويه ماشي بزاف، غير باش تندمج، يعني ماشي خاص هاد الدليك حتى ترطاق او لا، فقط غير باش تجمع ليا مزيان وتندمج. بحال هكا كتشوفوا العجينه كيفاش خفيفه، ما عمر حشمتني هاد العجينه، هادي كتجي فنه بزاف.
عطات لي حبه ديال الزعتر، انا هزيتها حتى هي، ما تخافوش ما غنسلت والو. دابا انتما غنخلي العجين ديالي ترتاح، ولكن ضروري خصني نغطيها ببلاستيك غذائي، يعني ما غاديش نخليها غير هكاك. من بعد هنا ما غطيتها بلاستيك غذائي، غنخليها ترتاح لواحد المده ديال 20 دقيقه. الا كانت الحشوه موجوده ربع ساعه، الا ما كانت موجوده فانا كنخليها حتى كنوجد الحشو وكنعمرها. بالنسبه هنايا الحشو شنو درت فيه، يعني هذا الحشو ديال الطون اللي هو سهل بزاف. هنا عندي البصله قليتها، ونفس الطريقه انا صورت لكم غير الفلفله، ولكن هي نفس الطريقه اللي كنديرها الفلفله كنديرها البصله. كندير الفلفله ديالي، كندير شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، وشويه ديال الزيت. يعني الزيت كندير غير قليل غير باش نصوطي الفلفله هكا. نفس الطريقه اللي درتها البصله درتها الفلفله. انا كنستعمل غير الزبده او الزيت شويه وصافي، ويا اما البصله وفلفله، يا اما كنستعمل البصله بوحديتها، لك الاختيار. انا غندير دابا شويه ديال الزيت. بالنسبه للحشو ديال الطن انا ما كنستعملش العطريه، لانها كتبدلها المذاق وما كتبقاش محافظه على داك المذاق اللي كيكون مزيون ديال الطن. دابا انا غنوضع المقلاه ديالي على النار ونخليه يتقلى شويه. دابا في نفس المقلاه اللي وجدت فيها انا البصل ديالي والفلفله، فيها النيت، غادي ندير لاصوص ديالي اللي هي من البتيكار ديال ام امير، اللي فيها جوج معالق كبارين ديال مطيشه ديال الحك او لا طماطم مركزه، كيتبقى دائما على حسب الحجم ديال العجين اللي عندك. انا هنايا كنستعمل معلقه كبيره وربع او لا ونصف. كنزيد لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر والماء. وضروري واحد الحاجه ثانيه اللي هي السكر، باش كتحيد ليا الحموضه، فقط واحد الرشه غير خفيفه ديال السكر. انا غنعاود المقادير: معلقه وربع ديال المطيشه ديال الحك، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، ورشه ديال السكر، وشوي ديال الزعتر اللي غينسم ليا لاصوص. هاد الصلصه زوينه بزاف، ممكن تستعملوها ديريكتومون يعني من بعد ما كتجرى، ممكن تستعملوها ديريكتومون يعني مباشره، او لا كتدعوها على النار بحال اللي كتغلي شي شويه وكتطفيو عليها، كتخليوها حتى كتبرد وكتستعملوها. انا دابا غنجيب الماء. الماء على حسب الماء، كل واحد راه كيشوف حداه، يعني انا ما كنعبرش دائما، بعض المرات كندير ربع كاس او لا نصف كاس على حسب. الا كنديرها غير باش تجرى وصافي، كنديرها شويه جاريه باش ملي كنديرها على النار كتغلي كتشرب داك الماء. الا درتوها ديريكتومون يعني مباشره فما تجريوهاش بزاف لاصوص ديالكم، باش تبقى ما تطلق لكمش الماء بزاف، راه هي ضروري غتطلق شويه ديال الماء فوق البيتزا، ولكن هو اللي كيعطيها ديك الرطبه، رطوبه اللي كتبقى هشيشه بزاف من الداخل. انا هانت بحال دابا جرات لي لاصوص ديالي، ودابا غنوضعها على النار حتى تغلي واحد شويه وصافي، واللاصوص واجده. دابا الحشو ديالي كامل موجود، دابا غادي ندوزو باش نقطعو العجين ديالنا. بالنسبه للعجين والسر ديال هذا العجين هذا باش كيجي غزال بزاف، هو الفينو. انا هنا ما كنطلقهاش بالدقيق، الا اذا كنت غنطيبها يعني بوحدها اقراص ونحتفظ بهم في المجمع، في المجمع مجمد ما عجبنيش هذا المجمع. المهم بالنسبه للرق، يعني السمك ديال العجين ديالي، انا كنديرها شويه رقيقه، ما كنديرهاش غليظه، فانا ما كنحملش البيتزا تكون غليظه بزاف، كنستعملها تكون رقيقه. القطعه كتختاري القطعه على حسب باش بغيتي، انا دي قطعه اللي كنخدم بها الناس، اما الا كنت في الدار فكنديرها شويش كبيره، وممكن ديري هكا الا كانوا عندك الناس يعني جات عراضه او لا، فهذه هي الطريقه اللي كتجي زوينه بزاف، كيكونوا صغيورين
ان شاء الله البيتزا ديال المجمد غنحطها لكم فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش تقولوا لي اي وصفات بغيتوني نحط لكم من غير يعني الصور، حيت بزاف اللي كيتبعوني في الفيسبوك ما زالت تطبخ مع ام امير ونور وكيطلبوا لي وصفات بالفيديو. نتمنى يكونوا وصلهم حتى هما لي فيديو ديالي او للقناه ديالي باش يتهما يفعلوا الجرس ويشتركوا ويوصلونا باي حاجه بغاوها جديده نحطها لهم في القناه بالفيديو ان شاء الله. انا غندوز عليهم ونقطعهم كاملين بصراحه. نكونوا واقعيين، انا من دون الناس اللي غندير فيديو غادي نقطع فيه ربعه ديال الحبات وصافي وغندوز. بصراحه انا كيعجبني العجينه ديالي كنمشي لها القناه كاملين باش نخرج الماكسيموم ديك العجينه، ما كاينش كل مره نبقى نعجن ونطلق نعجن ونطلق، ما كتولي حريره ماشي العجينه ديك الساعه. هكا دابا انا ملي قطعتها كامله كنجمع العجين ديالي هو الاول ديالي، شتو عرفي ديك الطبيعه ديالي كلشي ديالي انا. غنجمع العجين كامله ودابا غنوضعها في صينيه. هاد الاقراص غنوضعهم في صينيه من قبل هاد الشيء هذا. من بعد ما كنجمع العجين ضروري كنجمعو شويه بيدي وكنديرو فواحد البلاستيك الغذائي باش يرتاح واحد شويه، لان ما تقدريش تلقيه ديريكتومون من بعد ما كتجمعيه، داكشي علاش كنبدا به هو الاول كنجمعو كندير في بلاستيك غذائي كنحتفظ به حتى كنسالي العجينه ديالي. بعض المرات كنخلي هاد العجين هذا كنوضعو في المجمد حتى كنبغي شي نهار وكنطلقو على خاطري كيخرج بحال المخرج ديال الحبات هو هذاك، لان بعض المرات بنادم كيكون بصراحه كيجي داك الملل انا كتبقى العجينه ترجعي تلقي فيها. دابا غنهز الاقراص ديال العجين ديالي كاملين وغنوضعهم في واحد الصينيه اللي مغطيه بورق زبده. ورق زبده قبل ما نوضعو كندير شويه ديال الزيت على الصينيه ديالي فيديو حتى اخر. المهم من بعد ما كنوضع الاقراص كاملين ديال العجين دابا كلشي موجود بالنسبه للحشو. انا هنايا البيتزا محيت ديجا مقطعه رقيقه فما غادي نثقبها لا بشوكه لا حتى شي حاجه، غنخليها كما هي وغادي نبدا ندير الحشو ديالي عليها. انا كنقادهم في الصينيه باش يقدوني كاملين. فهاد هاد العجين هذا كيعطي كميه كثيره بزاف ماشي حتى شويه، يعني غزاله ملي كتكون عندك العائله كبيره. اول حاجه غنبدا بها هي لاصوص. غادي نوضع لاصوص في جميع الاقراص اللي عندي كاملين وعاد غادي نسرحهم. بحال هكا من موراها غادي ندير البصله هنايا. واحد الحاجه كيما قطعتوا البصله قطعوا الفلفله، يعني ما كيهمش قطعتوها رقيقه طويله قطعوها الفلفله كيف كيف، الا قطعتوها مربعات فتا الفلفله قطعوها مربعات. غادي ندير لهم كاملين الفلفله او البصله وموراها الفلفله. هاد البيتزا هادي الا بغيتو ديروها الحجم الكبير فهي كتخرج جوج
من الحجم الكبير وشويه من هذول اللي كيكونوا ميني، البيتزات اللي كيكونوا ميني، فهما كيستحوا بزاف. انا كنخدمهم للمناسبات الصغارين بحال بيفي، بحال ملي كنت في البيفي او لما كتكون عندك عرضه العشيه لشي عائله او لشي حد جا عندك من الاحباب، فكيجيو زوينين كيكونوا صغيورين، كيجي احسن من ان كل كتجي حطي وحده كبيره وكل واحد كيبقى يقطع من هنا ويقطع من هنا، فهذه كيجيو اجمل. وحتى الا درتي الحشو يعني مختلف ممكن تبدلي كيما بغيتي. انا من بعد ما ساليت البصله كامله دابا غادي ندير الفلفله ديالي كامله حتى هي. كنحاول ندير فيهم غير قليل يعني ما كنكثرش من فيهم بزاف باش ما يجيوش شارجي وما كيبانش عليهم يعني المنظر. وحتى المذاق يعني كيجي غالب بحال اللي كتاكل الحشوه بالمعلقه، فملي كديري قليل كيجي اجمل. ملي غندير الفلفله كامله غندوزو دابا للطون، بصراحه هي بزاف اللي غيقول لك كتخدمي بيديك وهذا، بصراحه انا ما كنحمش نخدم بالملعقه. علاش؟ ماشي في كل شيء يعني كاين حوايج اللي كنخدمهم بالمعلقه كيجيو مزيانين، ولكن بحال الطون ولا راه ما كتقديش تحكمي فيه كما بغيتي، لذلك انا كنفضل انني نخدمه بيدي باش كنفرت دوك الحبات وما كيجيونيش هكاك خشانين فوق البيتزا ديالي ماشي ديال حد اخر ديالي. كنحاول ندوزها عليهم كاملين يعني ديك الطون كنفرتو على كل شيء ما كنخليش يعني جهه فيها جهه ما فيهاش باش كيجي مقاد. وهكا غنسالي كاع الحبات اللي عندي. دابا عندي بقى ليا الجبن والزيتون، انا غنوضع الجبن هو الاول عاد الزيتون باش يبقى ليا كمنظر، وفي نفس الوقت يشد الزيتون يشد في الجبن. بالنسبه هنا للجبن كل واحد شنو كيستعمل، انا هذا استعملت الجبن يعني الاحمر، انتما ممكن تستعملوا الانواع اللي بغيتو موتزاريلا او لا ايدم او لا اللي بغيتو. بالنسبه ملي كتكون موتزاريلا فمن الاحسن انكم تسبقوا بها من مور لاصوص ديريكتومون، اما الا كان الجبن هذا فمن الاحسن انكم تخليوه قبل الزيتون باش يشد في الزيتون، باش الزيتون يشد فيه ماشي هو يشد في الزيتون. المهم يعني نفس الشيء تقريبا. غنسليهم كاملين وغنوضع عليهم الزيتون. نتمنى البنات كاملين يجربوها الطريقه ديال البيتزا لان فعلا كتجي زوينه، ويصيفطوا لي الصور ديالهم في التعليق او يدخلوا عندي لاباج ديال مساج الطبخ مع ام امير ونور
اللي ممكن يعني تحطوا فيها اي حاجه صيفطوها ليا، وديك الساعه غادي ندير فيديو خاص بجميع الوصفات ديالي اللي مجربينها المتتبعين ديال القناه او لا المتتبعين ديالي في الفيسبوك على مسة الطبخ مع ام امير ونور. الا كانت اول مره هذه كتدخلوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس ولا ديروا ابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد على القناه. انا كنقولها وكنعاودها باش تعمل فائده باش نستافدوا كاملين ان شاء الله. اللي بغات شي وصفه اولا بغات شي وصفه كيف ما بغات تكون سواء كانت في الطبخ اولا في الصحه اولا في الجمال ممكن تستشر وتصيفط ليا واحد التعليق اولا شي ميساج في الخاص ديال مسة الطبخ مع ام امير اولا في الفيسبوك ديالي باش نقدر نحطها لكم ونعطيكم الجديد اللي نتوما محتاجينه باش تعمل فائده في القناه كامله. من بعد ما ساليت الجبن كامل دابا كنوضع الزيتون. انا كنوضع هنا 3 حبات ديال من كل زيتون يعني من كل في كل حبه كنوضع فيها 3 ديال الحبات اقراص ديال الزيتون اللي كيكونوا بدون نواه. بالنسبه لهنايا الزيتون ممكن تستعملوا الزيتون الاسود ممكن الاخضر اللي بغيتو يعني كل بجوج بهم كيعطيو نكهه زوينه للبيتزا. فهذه بيتزا رائعه بزاف لان المذاق ديالها ديال الزعتر مع زيت الزيتون كيجي واحد لوغو او المذاق هائل واللي كياكل حبه كيبغي يزيد واخا حتى كتبات فكتجي زوينه انكم ترجعوا تسخنوها. بالنسبه للبنات اللي عندهم الميكروويف يعني الميكرو اوند هنا طريقه زوينه بزاف لان باش تسخنوا بها البيتزا ما تحطوهاش بوحديتها في الميكرو اوند فقط كتضيفوا لها واحد الكاس يعني واحد الكاس كديروا فيه ربع كاس ديال الماء وكتحطوها بالجانب ديالها بالجانب ديال الصحن اللي غتوضعوا فيه البيتزا باش ملي كتدخلوها الميكرو اوند داك الماء ملي كيطلع البخار ديالو على البيتزا فكترجع رطبه بحال يلاه طابت كتجي غزاله فنا. ممكن تستعملوها البيتزا يعني هكا صغار ميني بيتزا او البيتزا حتى هما كيكونوا كبارين نفس الشيء. انا هنا ساليت البيتزا كامله. ضروري واحد الحاجه اضافه صغيره كنزيدها انا في الاخير واللي هي الزعتر. يعني انا ما نقدرش ندير بيتزا بلا زعتر خصوصا الا كانت ديال الطون فكضروري كندير الزعتر. انا ولدي هنا باغي ياخذ الزيتون ما قطعتش من الفيديو خليته كيقولك انا بغيت زيتون بغيت زيتون وعطيت له الزيتون قلت له عطيك حبات كبارين احسن وعطيته الزيتون. ربي يحفظه ان شاء الله ويحفظ جميع وليدات المسلمين قولوا امين. دابا غادي نجيب الزعتر هو اللي غادي نحكو من الفوق. كاين بزاف ديال الاخوات اللي كيخافوا كيقولك لا راه فيه شويه ديال العماد وهذا خفتي يا اختي ماشي مشكل ديريه في الصفايه وحكيه من فوق الصفايه غادي يخرج غير الغبره ديالو اولا شديه سخنيه شويه وطحنيه وبقيت ديريه على البيتزا ديالك لانه فعلا كيجي زوين بزاف. انا هنا ما طحنتو ما حكيتو فوق الصفايه فقط يعني كيف ما هو هزيتو درتو في بين اليدين ديالي ها هو الزعتر اللي جبتو ودرتو بين اليدين وحكيتو على هذه الطريقه. انا نوريك بحال اللي كنديروا الكمون على هكا وكنوضعوا عليهم كاملين. ممكن ديري كل حبه بوحدها ممكن ديري هذه الطريقه هذه يعني كامله في الاخير كيبقى في الورق وكتنفضي فقط الورق ديال الزبده ديالك يعني عادي ممكن تستعملي كل حبه بوحديتها ولكن كتبقاي تما عام وانت ساكنه تمايا في كل بيتزا. بيتزا صغارين كنعرفوا كامل انهم كياخذوا الوقت ماشي بحال بيتزا وحده كتكون كبيره اولا بحجم عائلي فمن الاحسن انكم تحكوهم وفي الاخير كنزيد شويه ملي كيكونوا ما مطحونين ما والو ما فيهم لا عمايد لا والو. ها البيتزا ديالي سالات دابا غندخلها الفران غادي تطيب على درجه حراره متوسطه ونرجعوا نشوفوا كيف تخرج في الاخير. هيا من بعد ما البيتزا ديالي طابت شوكي كتجي زوينه كتجي محمره غزاله ورطبه في نفس الوقت مقرمشه ورطبه في نفس الوقت. غنوضع الحبات ديالي في الصحن ديال التقديم
كتجي فنه لا في المنظر ديالها ولا في المذاق، وحتى في التحمار ديالها كتجي زوينه بزاف. حاولوا انكم تقبلوا الفران، يعني ما تخليهمش يتحمروا بزاف، وبالاحسن يكون ورق الزبده. الا ما كانش ماشي مشكل، فقط كدهنوا الصينيه ديالكم بالزبده مزيان وكترشوها بشويه ديال الفينو. هذه البيتزا ديال اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك وبتعاليق ديالكم، سواء كانت ايجابيه او لا سلبيه، باش نزيدوا القدام في هذه القناه وتكون استفاده كامله شامله لجميع الناس او للنساء اللي بداو في اللي ما كيعرفوش يطبخوا او لا كيبغوا دائما الجديد. نتمنى تكونوا تبقاو على خير وبخير، وتكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. الى اللقاء في ملتقى اخر ان شاء الله.